ثبات قيمة العملة المتبادلة، اختلاف المكاييل والموازين، ده كله أدى إلى تدهور التجارة. سيطرت التجار الأجانب على أمور التجارة، وبذلك طبعا التجارة تعتبر كسدت خارجيا وداخليا. ده غير كمان الامتيازات الأجنبية اللي الدولة العثمانية عطتها للرعايا الأجانب في مصر. طيب الأحوال الاجتماعية، كان المجتمع المصري بينقسم لقسمين، طبقة حكام وأقلية عسكرية. كويس، طبقة حكام أقلية عسكرية وطبقة محكومين تكونت من معظم الشعب. طيب الطبقة العسكرية، طبقة الحكام كانت بتتكون من ايه؟ من الأتراك، المماليك، أرستقراطية تركيا، بكوات المماليك، تركزت في ايديهم كل السلطات، اهتموا بجمع الثروات، عاشوا في عزلة اجتماعية عن باقي فئات المجتمع المصري. طيب طبقة المحكومين اتكونت من الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى اللي هي تضم المشايخ، العلماء، رجال الدين، التجار، كبار الحرفيين، في الطبقة الدانية اللي هي عامة الشعب، دي كانت الأكثرية، بتضم الفلاحين، صغار الحرفيين، عانت من الفقر والجهل وانتشار المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة والبطالة والتشرد. ندخل على الحياة السياسية. كان نظام الحكم في العهد العثماني قائم على فكرة الحكم المطلق الفردي، كان متبع في عصر المماليك. طيب ما حصلش تغيرات في نظام الحكم إلا في حاجة، استحداث أساليب بتحقق التبعية للسلطان العثماني. تكون نظام الحكم من هيئات كل منها تراقب الأخرى. يعني الأحوال السائد كان منقسم الحكم، أول حاجة الوالي اللي هو الباشا، وكان نائب السلطان العثماني في حكم مصر، رئيس السلطة التنفيذية، مقره القلعة، مدة حكمه لا تزيد عن 3 سنوات، يعني من سنة لثلاث سنين حتى إيه لا ينفرد بالحكم. طب النتائج اللي ترتبت على كده إيه؟ جعلته يهمل شؤون البلاد ويهتم بجمع الثروات تعويضا على ما يدفعه من الرشاوي للسلطان العثماني. ما هو كان بيدفع رشوة للسلطان العثماني علشان يبقى هو الوالي، فكان شيء بديهي ان هو عارف انه هيقعد من سنة لثلاث سنين، فكل همه ان هو يجمع الايه الثروات، ما كانش مهتم بالبلاد ولا شؤون البلاد نهائي. وكمان الوالي ما كانش مطلق التصرف في شؤون الحكم، كان بيستشير الديوان، اللي هو بقى الديوان ده كان مهمته ايه؟ مراقبة اعمال الوالي، مساعدة الوالي في الامور المهمة، من حقه عزل الوالي اذا اعترض على قرارات الديوان. طيب بكوات المماليك، بكوات المماليك دول ايه؟ كانت مهمتهم ادارة شؤون البلاد لخبرتهم فيها، كبيرهم بيسمى شيخ البلد، حفظ التوازن بقى بين الحكومة والحامية العسكرية. طيب بيقول لك ان الحكم العثماني كان فيه عوامل ضعف فيه ثناياه اكيد، وده كان ليه؟ اول حاجة قلنا قصر مدة الحكم الوالي جعلته بيهمل شؤون البلاد، زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية عن سلطة الوالي ادى الى حدوث نزاعات بينهم، ضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن ال17، تطلع بكوات المماليك للانفراد بحكم مصر، وظهرت واضحة أيام علي بك الكبير لما حب ينفرد بحكم مصر. طيب إيه هي حركة علي بك الكبير للاستقلال بحكم مصر؟ طيب في النصف الثاني من القرن ال18 تولى علي بك الكبير منصب شيخ البلد عام 1763، استغل فرصة حرب الدولة العثمانية مع روسيا عام 1768، وعمل ايه؟ اول حاجة طرد الوالي العثماني، امتنع عن ارسال الخراج للسلطان،
ضرب النقود باسمه، يعني صك نقود باسمه، أخضع الحجاز لحكمه، أرسل نائبه اللي هو محمد بقى أبو الدهب لفتح الشام. فدخل دمشق إلا أنه اتفق مع السلطان العثماني وانحاز معاه ضد سيادة علي بك الكبير. ومن هنا فشلت إيه الحملة، ورجعت مصر ولاية عثمانية مرة أخرى. طيب عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد أبو الدهب.